أستاذ إسماعيل أهلا بحضرتك. خليني أسألك سؤال سريع، ما دلالة زيارة جانتس لأمريكا بدون إذن نتنياهو كما ذكرت الصحف الإسرائيلية؟ أسعد الله أوقاتكم. واضح جدا بأن ما يجري في المشهد الإسرائيلي وأن نتنياهو يحاول، أو على الأقل يعني جانتس فاهمة بأن نتنياهو لا يريد لهذه الصفقة أن تمر، ولا يريد يعني إجراء عملية التبادل. وواضح أن التعنت مع الإدارة الأمريكية أخذ أبعادا كثيرة، ولهذا أعتقد أن جانتس هو أصلا يعني دخوله في داخل المجلس بدوافع أصلا تعد هي دوافع أمريكية يعني، وهناك يعتبر نفسه في داخل المجلس. ونتنياهو أصلا يعرف جيدا أن في أي لحظة ممكن جانتس أن يخرج من الكابينت لأسباب كثيرة. هذا الرجل يحظى بشعبية كبيرة أولا في الوسط الإسرائيلي مع الاستطلاعات الرأي، وثانيا هو رجل أمريكي يعني، ورجل ينظر إلى القضايا الإسرائيلية بين قوسين من منظور المصلحة الدولة، بعكس ما يفهم نتنياهو المصلحة الشخصية والمصلحة الحزبية التي تطغى على نتنياهو في كل القضايا. وكانت شخصية يعتبر كان هو سابقا وزير الدفاع ومعروف بقربه للإدارة الأمريكية، وقريب جدا جدا، وليس فقط قريب، وواضح جدا أن هذه الزيارة تدعم فكرة جانتس وفكرة المعارضة وتدعيم بشكل كبير، مما أغضب بشكل كبير نتنياهو. غضب لدرجة أنه قال أن هذه السفرية تعني أنه أولا يوجد في إسرائيل رئيس حكومة واحد هو أنا نتنياهو، بالإشارة إلى أمريكا وللعالم كله وتحديدا لبايدن أنا فقط رئيس الوزراء. ثانيا رفع عنه موضوع الجانب الرسمي الدولة بالتكليف، بمعنى ألا تتوجه أي السفارة في واشنطن باعتبارات لوجستية كذا إلى آخره كمرافق، وبالتالي تم سحب كل هذه القضايا وتبناها فورا معسكر الدولة، هو الذي على عاتقه أخذ مسؤولية إجراءات السفر إلى آخره. واضح جدا أن الانقسام كبير جدا ما بين جانتس ونتنياهو. معلش أقطعك أستاذ إسماعيل، معلش أستاذ إسماعيل أقطع حضرتك، يعني بصرف النظر إحنا شفنا قبل كده مؤتمرات لا يحضرها جانتس ويحضرها نتنياهو، الآن وزير أنت رئيسي وأنا وزير في حكومتك أسافر بدون إذنك، يعني واضح أن كمان 7 أكتوبر كشفت لنا أن إحنا لسنا أمام دولة، هذه الدولة التي كنا نتشدق بها، وكيف يتأتى لوزير أن يسافر بدون إذن رئيس الوزراء ليلتقي دولة كبيرة زي أمريكا؟ ألا تعد أيضا هذه واحدة من ثمار 7 أكتوبر؟ وهذا ما يؤكد أولا نتنياهو لا تنسى أقصى كثيرا جانتس وإيزنكوت في مواقف كثيرة وفي مناسبات كثيرة، بمعنى آخر نتنياهو حاول كثيرا أن يهمش جانتس بمناسبات عديدة ومناسبات كثيرة، وبالتالي هناك واضح انقسام حاد سياسيا. وكما ذكرت يبدو أن جانتس فهم أن نتنياهو لا يريد لهذه الصفقة، وبالتالي هو يريد أن يقطع الشوط عليه، على الأقل أن يضمن، أو أنه فعلا نحن أمام مشهد انتخابات يحاول أن يرتب جانتس مع الإدارة الأمريكية الترتيبات، وخاصة أن نتنياهو شكل ضررا كبيرا، وليس كما يقال في الإعلام، هناك حقيقة موقف يعني عدائي الآن أصبح من الإدارة الأمريكية بأسلوب لدرجة اعتبروا أن نتنياهو متعجرف وأنه متعنت بمواقفه، وبالتالي على الآن التحرك فورا مثل جانتس وإيزنكوت ويائير لبيد التي تعتبرها الإدارة الأمريكية القاعدة التي ممكن أن يرتكزوا عليها. أعتقد أن هذه الحركة بدأت تغلي الشارع، واليوم بالمناسبة يعني حديثك اليوم يعني لدينا بس فقط قضيتان، قضية جانتس
في داخل أمريكا، وقضية التجنيد في داخل إسرائيل. هاتان القضيتان أخذت أبعاد كثيرة، اتهامات مفرطة من حزب الليكود باتجاه جانس لمعسكر الدولة، اتهموه بأنه يرتب من أجل موضوع الدولة الفلسطينية، وأنه يرتب لموضوع الجانب الانتخابي كما ذكرت، وأنه يحاول على حساب نتنياهو لا يعقل. إتمار بن جفير طالب بإقالته فورا وحالا، لا يعقل أن يقول في داخل المجلس كما أنت ذكرت، يعني هذا مجلس من المفترض أن يعقد إذن وأن يقول أنا متوجه، هذا وزير، يعني هذا مش عضو كنيسة أو مواطن عادي يستطيع أن يذهب متى يشاء، هو ضمن. إذن واضح أن هناك انقسام شرخ كبير ما بين جنس